كما البردون ينساب بين أحضان الوادي الجميل، يموج متعرجاً متناغماً. هكذا الكلمات والنغمات تعبر مع الأثير حاملة البدء، والبدء والبدء كلمة. في البدء كانت الكلمة. زحل تي في، عودة إلى الأصالة والتراث بروح العصر وأدواته، عودة الضوء إلى احتفالاتها أفراحنا والنغمات، عودة الشعر الفكر والكلمات. بفكر جديد نرصد الواقع، لنلتقي عبر شاشتنا مع الشباب بكل اهتماماته وانطلاقاته، وندخل مع المرأة إلى عالمها بكل رقة وعذوبة، ونلتقط صيحة العصر بكل تقنياته. لتجمعنا شاشة واحدة، زحل تي في. زحل تي في. بالأمس أنت المشاهد والمتلقي، واليوم جموع المشاهدين تترقب، ومعنا تشارك وتتفاعل. من جديد زحل والبقاع تحت الضوء، احتفالات، مهرجانات، مناسبات، إنماء، آراء وأضواء، تفاصيل لن نراها إلا على زحل تي في. بعد الطبع قراءة متأنية لما بين السطور في الصحافة الزحلية والبقاعية ومواقع الإنترنت. نبض الشارع من واقع إنجازات خدشتها أخطاء في التنفيذ عبر عنها الشارع في نبض الشارع. ترقب عودة العقول المهاجرة لأحضان الوطن الأم. زحل تتواصل مع أبنائها في كل العالم عبر جسور زحلية وعلى زحل تي في. مساحات أخرى للتعبير بكل حرية وشفافية. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، حق الاختلاف. اقترب من الحدث مع شخصيات تشهد عليها في نوستالجيا. في نوستالجيا. انتظرونا قريبا. العالم من حولنا ثقافات، حضارات، لغات وسياسات مختلفة. نحن والعالم من حولنا نتواصل معهم من خلال سفيرهم في ضيافة سفير. جارك المختصين والخبراء تفسيرهم لظواهر رفضها المجتمع مع أنت الحكم. كل الاهتمامات في كل المجالات من مواقع الإنترنت، عوالم متعددة في التقنية. معا نلتقط الجديد في تكنولوجي، ومن عتبات الوقاية نسترشد بطريق الصحة مع الأطباء والخبراء في صحتك بالدنيا. إلى عالم الإثارة والمتعة ننطلق كل أسبوع في جولة رياضية مع تغطية مباشرة للأحداث الرياضية وبرنامج الملاعب، لنعبر وبسرعة إلى التشويق والإثارة مع عالم السرعة. وللمرأة عالمها الخاص بكل مفرداته وصيحاته، نتابعها في طلتها مع إشراقة شمس كل يوم جديد. نطل عليكم على فنجان قهوة صباحي في عبكرة بكير. وللأطفال عالمهم ومساحاتهم، مواهبهم، طموحاتهم في كيدز شو. لنرى جميعا شاشة هي دوما معك أنت. زحل تي في من جديد. زحل تي في. إخوتنا الحضور، سوف ننطلق سويا في رحلة نخوض خلالها غمار التطور والترقي بالصوت والصورة.
يرجى ربط الأحزمة تحضيراً للإقلاع.